يا باشا لا تقول لي من 60 سنة ما صعدناش نص نهائي، ولا من 80 سنة، ولا يشغلني الكلام ده كله. كل اللي يشغلني ان منتخب الرجالة، منتخب الابطال، منتخب الناس اللي شرفوا مصر بجد في نص نهائي اولمبياد باريس بعد ملحمة اكثر من رائعة، ورجالة واقفين على رجلهم في الملعب عملوا اللي عليهم وزيادة الزيادة. عشان محدش يجي يقول لك لا بصراحة الماتش كان اسهل من كده واحنا اللي صعبناه على نفسنا. مش حد يحزق، بلا يا جماعه محدش يحزق، كفايه حزق، سيبونا نفرح، مش كل حاجه تنطلنا فيها وتقلبوا محنكين ونقعد لا بس بصراحه احنا اللي صعبنا الماتش على نفسنا وكسبنا بالحظ. بس يا ابني انت ما تفرجش على كوره اصلا، ده انت عيل كئيب. انت عيل، ايوه انت عيل كئيب مش عايز تفرح. ايوه انت كئيب، اللي بيقعد يحك في اي حاجه كده ويقعد يحزق ده كئيب. سيبنا نفرح، بنحب نفرح، فرحانين بمنتخبنا نص نهائي اولمبياد باريس، ومستني اللي يكسب من فرنسا والارجنتين. والله ما بعيده، اقسم بالله ما في حاجه بعيده على ربنا. احنا المغرب ومصر في نص النهائي دلوقتي، بلدين عربيين افريقيتين، افريقيتين، بلدين عربيين من افريقيا في نص النهائي، اسبانيا، ومستنيين بقى ايه، فرنسا والارجنتين. لو فرنسا كسبت يبقى ما فيش ولا قاره في نص النهائي غير قاره اوروبا وقاره افريقيا، انت متخيل؟ ولا بقى امريكا الجنوبيه ولا امريكا الشماليه ولا اي حاجه. النهارده زيزو قدم مباراه عالميه، عشان الناس تقول لك زيزو مش حلو. ما بس يا عم كفايه بقى، ده بيلعب باسم منتخب مصر، انت بتريق على لاعب بيلعب باسم منتخب مصر. زي واحد تاني يقول لك لا بس مش عارف مين في لعيبه النادي الاهلي مش حلو مع المنتخب. طالما بنلعب باسم المنتخب ما فيهاش اهلي وزمالك. زيزو النهارده عمل ملحمه. ابراهيم عادل ده يا جماعه لاعب لازم يحترف، بس مش مثل الدنماركي، يحترف في حته ثانيه، اي حته ثانيه اللي مثل الدنماركي، انا بس بعرفكم. والنهارده كله كان حمزه علاء ده برنس، كريم الدبيس الله اكبر عليه، كوكا بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، نني يا جماعه في بيعيد اكتشاف نفسه مع منتخب مصر الشباب، بيعيد اكتشاف نفسه في الاولمبياد. الله اكبر، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربنا نصرنا وكسبنا وصعدنا وما ضيعناش ولا ضربه جزاء، وكنا رجاله. وروجيه ميكالي مدير الفني المنتخب مصر للشباب، الراجل ده ما يمشيش، الراجل ده لو ناوي يمشي من المنتخب الاولمبي يروح المنتخب الكبير على طول. مع كامل احترامي لكابتن حسام حسن، والله انا بحب حسام حسن جدا، بس لو ناويين يغيروا حسام حسن في يوم من الايام عندنا روجيه ميكالي. الراجل ده يا جماعه برنس، اقسم بالله برنس. بص لغايه اخر لحظه وقلبه وروح كابتن عادل مصطفى، راجل محترم جدا، وكل الجهاز الفني وكل اللاعبين، وباذن الله باذن الله باذن الله نحقق ميداليه اولمبيه في كره القدم ان شاء الله. متفائل جدا بالجيل ده، الجيل المحترم ده، الجيل المحترف ده، الجيل الاسطوري ده، وان شاء الله. انا بس كان نفسي عارف اللي هو ايه، يبقى مثلا معاهم امام عاشور، معاهم مثلا محمد صلاح، معاهم مصطفى محمد، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، اللي موجودين رجاله وسدادين، كله يفرح لمنتخب بلده، كله يعمل شير للفيديو وتفرح لمنتخب مصر، كل الناس تعمل لايك للفيديو، كل الناس تقول الف مبروك لرجاله مصر، وصلوا لهم صوتنا، صوتنا بيوصل لهم، بيفرق معاهم جدا نفسيا. الف مبروك لمنتخب مصر، ودايما يا رب اسم مصر في العالي.